لدينا الى هذا اليوم المبارك اليوم او ذكرى 61 لعيد الاستقلال المجيد، عيد الاستقلال اللي اظهر فيه المغاربه انذاك على يعني تحول على طردهم من سعد الهاشم انذاك على ذكرى الحلوه لنقل لابنائنا والاجيال التي اتوا من بعدهم. وكنفرحوا بهذه المناسبه على ارواح طاهره للحرب على اجل هذا الوطن، هذا الوطن اللي بقى حر رغم ان مكيده له من مكائد من طرف الكوبيات او من طرف الامبريال العالمي انذاك، وضحوا اجدادنا وهذا الشهداء على جيش التحرير ضحاوا من اجل ان يبقى المغرب حرا وجسدوا في وطني في عالمنا اللي هو الملك عمر الاخضر والسواد. هذه التضحيه في العالم ديالنا وهذه الرايقه ان شاء الله سوف ننقلها او نريد ان تنقل هذه التطورات او هذا التحرير ينقل الاجيال، لان التاريخ سيسجل سيبقى حاضر عند ولادنا وعند الاجيال بعد، لان لبس دمر شي امه دمر المصالح ديالها. إذن هذه العملية نحيي فيها تاريخنا، نحيي فيها أجدادنا، نحيي فيها تاريخ الأجداد ديالنا ولا المحيط. إذن هذا الشيء كله كان بهذا الشهداء وكان تحت الرعاية ديال الدكتور له محمد الخامس طيب الله تراه ولي تسريه الحسن الثاني آنذاك طيب الله تراهما. واستمرت المسيرات واستمر التحرير من الوطن ككل في شماله وفي جنوبه، واستمر الى صحرائه في مسير خضراء المدفره التي سبق لها العالم انذاك بحكمته العائله انذاك الحسن الثاني رحمه الله عليه بحكمته وبتبصره وبتنظيمه للمسير الخضراء. والان لا زلنا في مسير التحرير مع سيدنا الله يسوق والمسجد صلى الله عليه وسلم، لا زلنا في التحرير وحنا كنقولوا ان هذا الوطن هذا المعادين. اذا الجهاد والتحرير مستمر، وخا يحررنا كما قال المقول الخميس الجهاد والتحرير الاسفل، فنحن الان في التحرير اكبر للنظام لاصلاح الكون لاصلاح البلاد بكل ما ينفع بلادنا ومستقبلنا، وستقبل الله من الجميع. وشكرا لوسائل الاعلام وشكرا لكم على تغطيه هذه الحفل البهيج اللي اعطينا فيها ذلك اختارنا هذه المناسبه كرمنا فيها الناس اللي تقيلوا عن التقاعد، لان الصبر هو هذا الجهاد والصبر هو النظام. واردنا من خلال هذا الحفل هذا ان نظهر للموظفين الباقيين بان النيل اذا شي حاجه لا داعي كيشوفوا الناس مصداقا للآية الكريمة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نسأل الله سبحانه يتقبل من الجميع وتقبلوا من اللجنة المنظمة لهذا المبارك وكل الساهرين على إنجاح هذه الحفلة. وشكرا لوسائل الإعلام بوزير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.